صباح الحلاوة. كنت هقول صباح الكتابين لايك حلقة مراجب يو نو، فبس لا، صباح الحلاوة حلقة جديدة النهاردة من كريزي وومن بعنوان يا ترى الشنطة دي فيها ايه. وان شاء الله حلقة حلوة، وان شاء الله ربنا يسهل، وان شاء الله ننبسط كلنا. حمادة مين؟ حمادة؟ مين حمادة؟ انت ازاي متخلينيش اخدك من المطار؟ مين حضرتك؟ يا لهوي حمادة! حمادة مين؟ السنين ما غيرتكش حمادة. حمادة مين حضرتك؟ حمادة زعزوع اخويا. زعزوع مين؟ امال حضرتك مين؟ مش حضرتك كابتن فاطمة؟ انا. مين حمادة بقى؟ اخويا. اخوك مين؟ اخويا، بس هو مسافر مش هنا، قاعد في بلاد بره بقاله كام سنة. بس بسم الله ما شاء الله الخالق الناطق. ايه ده؟ مش ممكن على الشبه. سبحان الله. انت متأكد ان مش انت؟ هو اخويا بس الله يمسيه بالخير نتن، الجنيه يطلع منه يتشاهد، فممكن يتخفى مننا عادي عشان ما يديناش التحويشة. حمادة. حمادة مين حضرتك؟ مش هنصص معاك حاجة، بس هقول لأمك بس انك جيت. حمادة! مين حمادة حضرتك؟ أخويا! أخوكي مين؟ حمادة زعزوع أخويا! مين زعزوع ده؟ لا، دي العيلة. صاحبة أكبر معصرة في المعصرة، أمال إيه؟ هو يوم باين من أوله. حمادة! مين حمادة حضرتك؟ حمادة بقالك 7 سنين في الغربة لسه ما غيرتش السويت شيرت. مين حضرتك؟ مش ناوي تفك الكيس؟ مين حضرتك؟ افك الكيس ايه حضرتك؟ لا انت مش ناوي. مش حضرتك كابتن فاطمه؟ طيب مين حماده ده بقى؟ حماده زعزوع اخو. مين زعزوع ده؟ انت؟ لا حول ولا قوه الا بالله. مش انت؟ لا مش انا حضرتك. بص انا فاهمه، اصل انت لا ايه؟ لا انت مش فاهمه. فاهمه ايه؟ احنا عيله ماديه قذره، وانا عارفه ده ايه وراثه. حضرتك بتشكيلي همك ليه؟ مهما قعدت انت كام سنه هتفضل نتن، وانا عارفه. فمش هتقول لي ليه بقى؟ عشان ما نقفش منك ولا انا نقفش مني ايه؟ مين انت؟ مين انت؟ بتعرفيني منين حضرتك؟ خلاص كلمني بامانه. مين حضرتك طيب عشان ابقى فاهم بس؟ مين انت؟ انا فاطمه زعزوع. مين فاطمه زعزوع؟ اهلا وسهلا. مين فاطمه زعزوع؟ اخت حماده زعزوع. مين حماده زعزوع ده؟ لا مش حضرتك كابتن فاطمه؟ لا فاطمه زعزوع عادي. لا مين زعزوع؟ انا ما اعرفش انا حماده ده ولا ميدو. خلاص يا حماده بجد مش ممكن، اتضايقت قوي منك. انا اسف انت زعلت مني صح. طب انت اسمك ايه؟ اسمي احمد. طب شفت بقى بيدلعوك بيقولك حماده ولا لا؟ لا اله الا الله. حماده ممكن تركزي في. طب حماده احمد، حماده دلع احمد، مش حماده زعزوع اخويا. اصل انت مش ممكن. مين زعزوع؟ نفس الحوالين. مين زعزوع اخويا؟ زعزوع مين؟ اخوك مين؟ كان مشهور بريحه شرابه الوسخ، اقسم بالله بكلمك بالامانه. هو يوم باين من اوله. حماده يا ست حماده مين؟ ما تجننيش. حماده فيك من يكتم السر. مين ايه؟ انا امي قطع النفس من يوم ما سافرت. الف سلام عليها. الف سلام عليها. والله العظيم 3-9 على الكافر. امي غلبانه. واقفه الزاد. عارف الزاد؟ عارف الزاد بجد. طب عارف الداد؟ ايوه ايوه. خلاص خلاص. ايه العسل اللي انت فيه ده؟ عشان مش عايزاك تتضايق. انا مش عايزاك تتضايق عشان حاسه انت قافش مني، وانا ما اقصدش ان انا اضايقك. انا كل اللي اقصده في الدنيا دي كلها. ممكن حضرتك تركزي في الطريق؟ انت عارف لما يعني تبقى ماشي في امان الله. لا مش عارف. وتلاقي اختك كده اللي مسافره بقالها كتير. ده اللي حصل معايا دلوقتي. يا ستي اختي مين؟ انا معرفكيش اصلا. خلاص ده تناسق ارواح. ارواح مين بس؟ انا معرفكيش. يعني انت مش عارفني؟ لا معرفكيش. مش عايز اعرفك. انت مش عايز تجيب ال 3000 جنيه اللي عليك؟ 3000 بتوع ايه؟ اللي انا صفرتك بيهم. حماده. هو اليوم باين من اوله. انا عارف. حماده. حماده دلع احمد مش حماده زعزوع اخويا. خلاص اتفقنا. ده مش عايز نقول لك يا حماده، ده سيتويشن تاني. حماده. يا بنتي مين حماده؟ انت مين انت؟ مش انت لسه قايل اسمك احمد؟ ماشي حضرتك تعرفيني منين بقى؟ ما انا كنت فاكراك اخويا. ما طلعتش اخويا. الحمد لله انا ما طلعتش اخوكي. طب انا بس ممكن بقى تركزي في الطريق وبطاري يا اخي. اطلب منك طلب. ما تطلبيش. مش عايز اعرف حاجه. لا ليه طيب؟ هل انا ضايقتك اذيتك؟ طلب انساني بس يا حماده. حماده انت قفوش. بكلمك بالامان. انا عشان جبت لك سيره الشرف فزعلت، اتحزقت قوي والله. انا حاسه ان الشرف مضايقك. مجنونه. شرابي مجنونه ايه؟ شرابي والله العظيم اتجننت لما شفتك يا حماده. لا حول ولا قوه الا بالله. والله العظيم انا حاسه انا عشان قلت لك على الشراب
اصل دي شهرتك من زمان. ده كانوا بيقولوا لك حماده ريحه مش حماده زعزوع. حماده كنت بطلب منك طلب انساني من 3 ثواني، فاكر الموضوع ده؟ امي بقول لك قطع الزيت، ما بتاكلش الاكل اللي لما اقول لها حماده اخويا اللي بعته. بكلمك بالامان. ايوه صح مصدقك. ممكن تكلم امي وتقول لها ان انت اللي بعت معايا الاكل. امك مين؟ انا ما اعرفش امك ولا اعرفك ولا اعرف امك. ما هو انت ما تعرفهاش، بس هي فكرك حماده. ما هي تفتكر زي ما تفتكر. انا مال انا؟ لا دي ست كبيره، ما ينفعش نخش في افتكارات. ماشي ماليش دعوه، انا برضه مشاكلك انت العائليه دي تحلها مع نفسك. لا انا ما اعرفش ولا حماده. انا بعتبرك من العيله. لا ما تعتبرنيش خالص. والله العظيم يا حماده، لا اللي يخش عندنا العيله لا يمكن يحول اسبوع، اقسم بالله. ايوه حماده. حماده امي يا حماده، ما حتيش لامي يا ست. وانا اعرفك امي غاليه. انا اعرفك. عيد الام دخل علينا يا حماده. كل سنه وانت طيبه. عيد الام دخل علينا يا حماده. ركزي في التاريخ بعد اذنك. طب ممكن انا عايزه استاذ ركزي في التاريخ. ما جبتش لامك هديه؟ طب انا ممكن اخليك تجيب لامك هديه. استغفر الله العظيم يا رب. والنبي يا حماده ربنا يبارك لك، دي غلبانه. هتكلمها بس قول لها انت بعت لها معايا الاكل. يا ست انا ما اعرفكيش. انا ما اعرف انت تعرفيني منين؟ مين حماده؟ نفسي افهم مين حماده ده. اخويا. عامل ايه اخوك؟ انا ما اعرفش. انا اخوك انا. انت بايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت مزعلي ليه يا حماده؟ بزعلك على عرفك عشان تقولي لي حماده وزعزوعه وحاجات غريبه كده. وامك؟ انا مالي بامك؟ يعني مش هتكلم امي؟ انت عايز ايه دلوقتي؟ تكلم امي تقول لها ان انت بعت معايا الاكل. وبعد ما اكلمها قول لها انا بعت لك امانه في الشنطه اللي مع فضل. ماشي ماشي ماشي. ممكن؟ ان شاء الله. يا سيدي انت ربنا يسترك. الهي يا ربي يحبب الناس كلها في امك. يا رب الناس كلها تحب امك. خد. الو يما. ايه يا فاطمه؟ لقيت حماده. بتهزري؟ والله العظيم. حماده من على الصبح. ادوني والنبي فرحي قلبي. خد اهو. ايه يا حاجه؟ اي حماده انت فين يا حبيبي؟ موجود يا حاجه. انت فين؟ موجود يا حاجه. جاي دلوقتي مع فاطمه. جاي مع فاطمه يا حاجه. ماشي يا حاجه. هو يوم اسود باين من اوله، انا عارف. يوم اسود. الف سلام عليك يا حاجة. ماشي يا حاجة ماشي. يا ماما هو باعت لك معايا امانة في الشنطة. باعت لك. انت امك مجانين يا حبيبي والله. ايوه يا حاجة صح. ايوه جاي لك. والله لا جاي لك يا حاجة. وهجيب لك قصب على هجيب لك قصب وزعزيع ياما. انتوا مجانين شكلكم كده على الصبح. صباح تبوش مين انا على الصبح. شكرا ياما يا محترم. الصبح ايه؟ انت بتقول على امي اشكال يا ست. ركزي في الطريق، ما تتعبنيش الله يرد عليك. هي شتمتني. ركزي في الطريق. ما ينفعش تشتمها. ضمك يا حماده. لا حول ولا قوه الا بالله. حماده انت هتزليني عشان عملت مكالمه لامي يا حماده؟ هو في ايه؟ الناس بتوقفنا ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خير استبحت بوش مين النهارده؟ استغفر الله العظيم يا رب كل شيء العظيم. انت عايز ايه دلوقتي؟ ما اعرفش استبحت بوش عاكر، الناس كلها عماله تقف في وشي. ايه يا مان؟ كفايه جمادين. الظباط حماوي اتفاجئ برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. اخيرا وقعت يا حماده. زي ما طلبت مني اهو. اعتبرك يا باشا اعترفت بنفسك. حماده زعزوع. ده انا هعصرك. بص فتش الشنطه دي كده. فتش ورينا. الف مره يا بودره يا فندم. اقول له بودره بلاش. بودره بلاش. بودره بلاش. افتح صاله قمار عليا. انا اعرفك. انا اعرفك. جيب رقاصه درجه ثالثه. بس خلاص انت لسه بتتكلم. لسه بتتكلم. مش بتاعتي. لا ما اعرفش انا حاجه. بودره بتاعت مين؟ بتاعتي. ما اعرفش انا حاجه. لا حول الله. مش عارف انا ولا ايه في دماغي. ولا باشا انا ما اعرفش حاجه عن الحاجه دي. كلبش. انا ما اعرفش ازاي ده زعزوع. كلبش ازاي؟ انا ما اعرفش حاجه عنها. احط دي ما اعرفهاش ولا اعرف الشنطه دي جت ازاي. وقعت يا حماده. لا ما اعرفش. ما اعرفش يا فندم. ما اعرفش حاجه عن الحاجه دي. وريني. انا ما اعرفكيش. تعرفيني منين؟ وريني بطاقتك. طلع بطاقتك. ما اعرفش حاجه يا فندم. طلع بطاقتك واقراها لي. يلا. انا ما اعرفش حاجه. طلع بطاقتك واقراها لي بسرعه. انتوا عدل بقى. ايه الحرام والقرف اللي انتوا بتعملوه ده؟ تقول لا. هي سعاده الباشا اهي. دي فيها تريقه دي يا باشا. دي تريقتين. يا فندم انا ما اعرفش حاجه عن الحاجه دي. انا ما اعرفش حاجه عنها. 10% امين عاطف. 10% جابهم منين دول؟ جابهم منين؟ ولا اعرف الشنطه ولا اعرفها شخصيا. ازاي؟ انا ما اعرفكيش. ازاي يعني؟ الشنطه دي جت منين؟ الشنطه دي بتاعتك انت. بتاعتك انت الشنطه دي. والله يا الشنطه دي. الشنطه دي بتاعتك. ايدك حماده زعزوع. يا فندم بقول لك الشنطه دي بتاعتك. انت داخل على ايام مفترضه. انت تعرفيني منين؟ انت تكذبوا في ايام مفترضه. انت تعرفيني منين؟ لا حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي.
تعرفيني منين؟ يا فندم ما اعرفهاش. انت ازاي؟ انا ما اعرفهاش. شفتها دي شخصيتك ولا شخصيتك؟ انا اول مره اشوفها دلوقتي. انا ما اعرفهاش. ثانيه بس اسكت. ما ركبت معاها وهي عماله تقول لي ابويا. استنى بس استنى. يعني امك كمان في الموضوع؟ امها انا ما اعرفش اي حاجه عنها. المعهد العالي للتعاون الزراعي. انا ما اعرفش حاجه عنها. ما اعرفش. قال لي يا بيه ان هو بيدفع المخاطرات تحسيناتهم. ما اعرفش حاجه عنها ولا اعرفها هي شخصيا اصلا. اعرفك منين؟ انت زارع دول تحت بيتكم؟ قول لي دول. ما اعرفهاش يا فندم. ما اعرفهاش ولا اعرف الشنطه دي جت منين. زعزوعة انت هتنورنا في الاسم يا زعزوعة. يا فندم انا ما اعرفش حاجه عن الشنطه دي خالص. اتفضل يا زعزوعة. ما اعرفش يا فندم حاجه. ايدك يا فندم. انا انت وقعت عن الشنطه دي. الشنطه دي بتاعتك ولا مش بتاعتك؟ مش بتاعتي يا فندم. فندم قولي الشنطه مش بتاعته. مش انت اعترفت بنفسك؟ لا مش بتاعتي. مش اعترفت بنفسك؟ مش بتاعتي يا فندم. مش بتاعتي. انا ما اعرفهاش. انا من ساعه ما ركبت معاها. من ساعه ما ركبت معاها وعمال تقول امي واخويا زعزوعة واحمد ومش عارف ايه. انا ما اعرفهاش. كلبشو كلبشو. زعزوعة مين؟ زعزوعة مين انت؟ تعبانه في دماغك؟ بص هقول لك على حاجه. ثانيه ثانيه. ما اعرفهاش يا فندم. ثانيه ثانيه. انا ما اعرفهاش. انا ما اعرفهاش يا فندم. ايه يا فندم؟ كان بيه عملته ايه؟ اهو قبضنا على المتهم يا فندم واعترف بالشنطه بتاعته. يا فندم المتهم ايه يا فندم؟ كل حاجه معاه وفيها البودره. بس اسكت. البودره لقيناها. يلا الشنطه دي مش بتاعتي. عشان العيد بكره. خلاص تمام يا فندم. ماشي يا فندم. طب يعني النهارده صيام؟ النهارده صيام كده. طب يا فندم هو في بودره دايت؟ احنا نهزر. ايوه عشان انا اتخنت. بص ماشي يا فندم. تمام مش هتخنت اليومين دول. خلاص خلاص مش مشكله. تعالى يلا. الف سلامة. يلا ايه لقيت فرحه. يلا تعالى انزل. يا فندم انت تخنت. بص هنجيب لك دايت. هنجيب لك بودره دايت. خلاص اهي معايا. خلاص اه الفندم الشنطه مش بتاعتك. معايا احكي معايا. يا عم قلنا ان حسيت انك تخنان شويه. انا حسيت بك قلت اجيب لك بودره دايت. تعالى بس خد يا زعزوعه. تعالى خلاص خلاص. ازيك عامل ايه؟ كويس؟ قرفان مني بس. خلاص خلاص خلاص. بص ايه ده؟ طيب بص ايه هنا اهو 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 اهو. ينفع طب كده يا جدعان؟ يا عم قلنا دايت يعني. خلاص خلاص تعالى هنا. قرب بس قرب شويه كمان. بص هنا. اتاكدت ان بنهزر؟ لا مؤاخذه يا حماده. خلاص قول انك مش زعلان. مش زعلان خالص خالص خالص. بتحب الزعزيه كلها يا اسطى؟ طيب بص هنا اقول لكم كل سنه طيبين. كل سنه طيبين. رمضان كريم عليك وعليك. كنت معانا في كريزي وومن ونتمنى ما تكونش زعلان. لا لا مش زعلان. بص لنا قول نزيع. نزيع اعترف انك حماده زعزوع. انا حماده زعزوع. السلام عليكم. بقالي نص ساعة طالب واقف. بقالي نص ساعة. حمادة. حمادة مين؟ حمادة زورو. السبعة الصبح انت بتشد عليا ولا حاجة؟ اخويا انت ازاي ولا ناقص؟ ما تخلينيش اخدك من المطار. ناقص مين وبتعمل؟ انا ما اعرف انت مين حضرتك. مش عارفني. اتكلم جد ولا بتهزر؟ اتبريت مني. اتبرى مني؟ غربة نظفتك وجايب سويت شيرت اصفر وبتاع. الصبح الصبح ده انا ثلاث سنين بتحايل عليك تجار السويت شيرت بتاعك. انت ازاي ما تقوليش حضرتك انا طالب ازاي ما تقوليش انك جاي؟ حضرتك انا طالب الشغل. انت مين حضرتك؟ انا اول مره ما اعرفكيش. انا انت بتكلمي معايا ليه كده اصلا؟ هو ده النتانة ده مش هيتغير فيك يا حماده؟ كل ده عشان ما تديناش الفلوس اللي احنا اديناها لك وانت مسافر؟ بلا فلوس بلا زفت. انا طالب رايح الشغل. انا اول مره ما اعرفكيش. انا اصلا انت بتكلميني ازاي كده؟ النتانة بري بلا نتانة بلا زفت على الصبح يا حماده. اطلع من دول. امك هتموت عليك يخرب بيتك. بلا حماده بلا امك يا ست. انا اول مره اعرفك. انا طلبت وقتي ظهر لي حد اسمه فاطمه. انا ما اعرفكيش. انت ليه بتكلميني كده؟ طب بص كده الناحيه دي وانا اتاكد انت ولا لا. اهو بصيت. لا الناحيه الثانيه. الناحيه الثانيه بصيت. لا مفيش حسنه في قفاك. حسنه في قفايا؟ امال ايه؟ امال اعرفك ازاي؟ طب احترمي بقى نفسك عشان انا اللي فيها مكفيني ومتاخر على الشغل. لا سوري حضرتك اسمك ايه طيب؟ انا اسمي ياسر. يا استاذ ياسر انا ما اقصدش. بس انا حماده اخويا عنده حسنه في قفاه. قفاه اللي هنا حضرتك فين؟ بلا حماده بلا زفت. حماده مين اللي انت بتشبهيني بيه ده؟ بالراي ايه في انت بتكلمي ده؟ انت بتقولي ايه؟ لا هو ما اسموش حماده زفت. اسمه حماده زورو.
بس هو صوته ارفع من حضرتك. سيكا كريم على الصبح. هو صوته ارفع من حضرتك. طب بعد اذنك انا متاخر على الشغل وفيه اللي مكفيني. الله يبارك لك واديني شغل. حضرتك بتاخد حنجره عليا ليه؟ انا مش فاهمه. عشان ترك حماده زورو فتعالي زورك عليا. لا حماده زورو بلا بتاع. الله يبارك لك يعني. الله يبارك لك. خش وخليك في طريقك. ما هيبارك لي ان شاء الله بس من غير ما تتخلق عليا يا استاذ ياسر. بصي بقى انا تربيتي انا راجل متربي بشتيل. حماده ما تزعليش. هي بشتيل في وحشه. ما نغلطش في الناس لو سمحت. انا ما غلطتش في حد. تربيتي وانا متربي هناك يعني. ما كنتش هتغلط. انا اللي سبقت يعني بالوحش. طب بعد اذنك انا متاخر على الشغل. عايز اروح شغل. هتقعدي بقى تحرقي وانا ما احبش انا الشغل ده. الله يبارك لك. انا حرقت ولا نيلت ولا عملت حاجه وانت مديني مساحه؟ انا كنت فاكرك اخويا. فاكرك اخويا. بلا اخويا بلا امي. يلا يا ست عايز امشي على الشغل. انا انت في ايه؟ هليت عليا شميت ريحه شرابك فافتكرتك اخويا. شرابي؟ اه. طب بصي بقى عشان انا كده ايه انا محترمك عشان انت واحده ست. انا اقدر اقل منك واهينك. فاحترمي نفسك واديني شغل. مش انت ليه مفكرني ان انا بغلط في اخويا؟ هو شهير عندنا. بلا اخوكي بلا زفت يا ست. هو كنا ساعات بنقول له احيانا يعني حماده ريحه. فانا حسيتك يا رب على الصبح. لا اله الا الله. احنا بنستغفر ربنا في كل الاوقات. هو على الصبح بس يا استاذ حماده. احنا هنكفر. طب يلا بقى ودينا على الشغل عشان انا رفت. بقول لك ايه انا تعبان واللي فيها مكفيني يا ست. ودينا على شغل يا استاذ حماده. استاذ ياسر انا مش عارفه مش قادره اشوفك غير حماده. ست حماده مين ما تعصبنيش. الله يبارك لك. انا فيها اللي مكفيني. احنا ممكن نغير طريق الشغل علشان بس الشمس واجعلي عيني. مش مشكله اتاخر شويه شغل. ايه يا ست انا متاخر على الشغل. اتخصم لي فلوس. انا تطلعي على الشغل في ايه؟ انت تعبانه؟ انت بتتحول يا استاذ ياسر. لا ما انا ما احبش الشغل ده. انا متربي بشتيل فمعاكي سكه ومحترم. هو بتوع بشتيل بيتحولوا قبل الساعه 8؟ لا بتوع بشتيل ناس محترمه وناس مظبوطه ورجاله جدعان. فانت قصري وخش عشان اللي فيها مكفيني. استاذ ياسر انا ما قلتش غير كده. حضرتك اللي عملت كده دلوقتي واتكهربت مني. فانا أنا مش ما اعرفش اتكهرب من حد. ما تقوليش اتكهرب وما اتكهربش. ما احبش الشغل ده. ما يجيبش معايا سكه. بسم الله ما شاء الله. هو بقك بيتحول وبيحلف شمال لوحده ولا هو ايه اللي بيحصل؟ انا عايز ايه بالظبط؟ انت عايز ايه بالظبط عشان نهارك هيبقى ازرع النهارده؟ نهاري هيبقى ازرع. اه احط عليك ولا تعرف تحل معايا؟ الو. ايه يا بنت يا فاطمه انت فين؟ يما يما مش شفت حماده اخويا؟ بتتكلمي بجد؟ بكلمك بالامان. فين؟ لقيته بيركب معايا بالصدفه وليت نبلك انت مربياه على النتانه. لا لا والله عشان ما باخدش منه فلوس. والله؟ اه. اه والنعمة. يا ست حماده مين يا ست؟ يا ست انا اول مره اشوفها في حياتي يا ست. بس الولد حماده صوته تخن يما صح؟ مش صوته تخن يما. ما تقوليش حماده. انا ما اسميش حماده يا ست. ما تكلمنيش. انا ما اسميش حماده. ما تقوليش. بقول لك ايه؟ خدي يما. هو بس صوته تخن. مش عارفه ايه اللي حصل. بلا حمار ده ولا ايه؟ الو. بقول لك يا ما تقوليش حماده والنبي يا حاجه يما. يما ما تقوليش حماده والنبي. بقول لك ايه؟ ياما بنت دي شكلها مطرقعه ومجنونه. يا ياما انت فين وحشتني كده يا انا مش حماده. انا ما عرفتيش. ما تقوليش 3000 جنيه معايا. انا ما عرفتيش. ما تقوليش يا ست. ما تقوليش حماده. الله يبارك لك. انا مش حماده. قولها انك بعت لها اكل معايا. ده انا وقعت في عيله مجانين على الصبح. ده النهار ازرق. ده انت نهارك ازرق يا ست. قولها انك بعت لها اكل معايا لله. قولها انك بعت لها اكل معايا. يا ست انت انا ما اعرفهاش. حماده مين؟ الله يخرب بيوتكم. ست الحبايب. ست الله يخرب بيوتكم. بعت لك معايا اكل ياما. بعت لك معايا اكل. بقول لك ايه يا ست انت؟ خدي التليفون عشان انا ايه تعبان واللي فيها مكفيني. ياما بعت لك معايا اكل وحاجه حلوه قوي. عليا الح... انت لو واحد لو ولد هعلمه الادب واحط عليه. فقصر الله يبارك لك عشان انا تعبان. اخلصي بقى. خلاص ياما. اه عمال انا مستنيه. الراجل الناقص ابنك مش عايز يجيب ال 3000 جنيه اللي عليه. انا مش حماده. هو ما في حد ناقص غيرك عشان انا كده محترمك من الصبح ومقدرك عشان انت واحده بنت. انا ممكن اهينك واحط عليك ولا هتعرفي تحلي معايا. انجزي بقى واديني الشغل. هتحط عليا ايه؟ اه احط عليك ولا تعرفي. اه انت مسقف حاجه ببقك يا بنتي. امشي. الله يبارك لك. الله يبارك لك. ما تخليش الشيطان يتحول عليك على الصبح. انا لسه صاحي وما بشوفش قدامي. بقعد نص ساعه قبل ما افوق. بيحاول على حماده. يا بنتي ما تقوليش حماده. ما تجننيش امي. ما تقوليش حماده. انا ما احب. انا احب الامهات يبقوا كويسين. بلا امهات بقى زي انت اللي بتغلط في الامهات. تصدقي انت بقى مش كويسه بقى. انا مش هرد عليك عشان وانت مش كويسه. ولما لا المكان مش هرد. وهتوديني الشغل مش هتاخدي فلوس. ايه ده؟ مين ده؟ هتوديني الشغل مش هتاخدي فلوس. بلا مين بلا زفت. ماشي ما نشوف بس هو اللي بياخد ربنا دلوقتي. شوف مين اللي هياخد مين عشان تسوي انسانك عليا. يلا بنت اطلعي يا بنت. انت اما بنتك وقت حماده. ها
ساعة الباشا. انا سلمتهولك مشافي زي ما طلبت. انت عملت كل اللي ازيك يا حماد عامل ايه؟ بطاقتك يا حبيبي. طلع البطاقة. حماد ازوره يا باشا زي ما قلت لك. مين حضرتك؟ طلع ازوره بطاقتك. انت مجنون يا باشا دي وربنا. الشنطة هي الشنطة دي اللي تابعه صح؟ مجنون يا ريس. يا باشا سجلت له زي ما قلت لك هو قال انه بعت فيها الحاجات. مجنون يا ريس وربنا ما اعرفها. البودرة يا فندم. وربنا ما اعرفها. البودرة يا فندم. والله العظيم يا باشا ده بنت مجنونة يا باشا. وقعت يا زوره؟ وربنا ما اعرفها. ما اعرفهاش. انا هجيبك من زوره. وغلاوة امي ما اعرفها دي مجنونة ده انا طالب انا عايز اروح الشغل بس خلاص تعالى يا حماده ربنا عايز اروح الشغل ما تخافش كله بيتصاب حاجه المصحف ما اعرفش احنا قلنا هنبطل ما اعرفهاش والمصحف ده مجنونه يا عم انا اول مره اعرفها بس انا هو بيشتم يا عم ما اعرفهاش وربنا ما اعرفها يا باشا فيها ترقيه يا باشا مش ينفع ان والله يا باشا انا ما اعرفهاش يا باشا ايوه فيها 10% انت بالطريق بالصدفه والله العظيم انا طالب يا باشا مش عارف دي ناقصه يا باشا وربنا ما اعرفها يا باشا دي شكلها بتقتل بني ادمين والله ما اعرفها البلوفر ده احنا عارفينه والله العظيم يا شريف دي يا من عاد ربنا شريف توحيد النور فلوس الحرام ما ايوه الفلوس الحرام ده يا باشا انا طالع على الشغل اكل عيش وربنا دي فلوس حلال تاكل عيش ولا تاكل بودره والله العظيم ما اعرف حاجه عن البودره دي يا باشا انا مظلوم وكتاب الله ما اعرف حاجه البنت دي شكلها من بولاه يا باشا وربنا ما اعرف حاجه مع الباشا شكلها من بولاه ما اعرفهاش انت طرفت كله متسكت انا سجلت له يا باشا سجلت له يا باشا والله العظيم ابدا وغلاوة امي ما اعرف حاجه انا ما اعرفهاش يا ريس والله هو بيحلف كله كذب واحنا داخلين على عيد الام يا باشا والله العظيم يا باشا دي شكلها من بولاه وبتقتل بني ادمين ما اعرفهاش بس شكلها شمال مش معاك ريبورت بس يا باشا وربنا ولا حد يعرف يحط عليا بس يا باشا معاك ريبورت خلاص لقينا الشنطه والبودره موجوده فيها وقفشنا زعزوعه زوره يا باشا طب اعرف عليها حاجه تمام كله معانا والله العظيم يا باشا ما اعرف حاجه انا اول مره اشوفها في حياتي استنى نسمع البيت ونشيل البودره على الكحك ماشي العيد بكره خلاص كل ساعه ماشي ماشي طيب باشا باشا في بودره دايت يا باشا عيد لي على حماده حماده يا ربنا انا ما اسمي حماده انا اسمي ياسر يا باشا يا باشا ما اعرفهاش وكتاب يا باشا احنا جايبين غريبه كمان معانا كتاب الله ما اعرفها والغريبه ايوه ايوه في غريبه وفي بيت فوق هناك وشتين في الغريبه طب محتاج قد ايه يا باشا في العيد والله ما اعرف قد ايه هم بتعملوا غريبه في العيد ماشي يا فندم هنجيب لك هم بتعملوا لي في العيد ما اعرفش خلي الحاجه تبعت لنا 2 كيلو حاضر 2 كيلو اللي انت عايزه حاضر والله اللي انت عايزه كيلو استنى بقى ثانيه عشان كيلو بسكوت عشان هايدي واحد غريبه ولا 2 كيلو بقى عشان فاطمه و2 كيلو فاطمه لا لا بس احنا كده نسينا القرص قرص ايوه نسينا القرص حاجه بتعمل قرص اتاخر على الشغل النبي يا باشا ماشي تعالى بقى نعمل قرص بص بقى بطل شغل التقريص ده وانزل تعالى تعالى بس نشوف دول كمان عايزين قرص ولا ايه تعالى لا مستنيني كده ايه ده وقعت قلبي وكتاب الله من التوحيد والنور ما تضايقش قوي كده بس تعالى بص هنا شفتهم متضايق قوي توقعت يا قلبي حرام عليك بودره وبتاع ده انا غلبان خليك فريش كده ده انا غلبان وماشي ما طلع بودره دايت خلاص خلاص وحد الله بس وقعت يا اعصابي انا مش قادر اتلم على اعصابي بص خلاص اعمل كده بص هنا واعمل كده معايا اسمع بس مني مش بص اهو اوف قول هجيب لك قرص يا فاطمه جبت فم ورا مش عايز اشوف في حياتي تاني مش عايز اشوف عشان انت كده بص خلاص 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 خد بس تعالى افهمك بص هنا قول كل سنه وانتم طيبين كل سنه وانتم طيبين قول انك مش زعلان مني اهو مش زعلان قول ورحمه امي اجيب لك كحك في العيد ورحمه امي اجيب لك كحك ونحط عليه بودره سكر نحط عليه سكر قول موافق نزيه مرسي يا يسور عشان اركب يا باشا ايه الاخبار بسم الله الرحمن الرحيم في فجله فجله مين حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم ركبت عربيه غلط طريقه انا سالتك بس انت كنت قافله الازاز بسم الله الرحمن الرحيم انت ازاي ولا انا اسمك جدك من المطار ظبط لسانك طيب انا لساني مظبوط انت ازاي ما تخليش اختك تيجي تاخدك من المطار طب ماشي انا هو ايه اللي طب ماشي ايه اللي طب ماشي امسك العقل بس كده الاول امسك العقل ازاي امسك افضل ماسك راسي انا عبد الرحمن وحضرتك انا طالب عبد الرحمن مش حضرتك برضو فاطمه ولا انا قلت حد غلط انت ولا رد على علي فلوس السفر بانت اهي بس بس الله اكبر في العربيه اما انا شايفه فرو وحركات شاربه حاجه شاربه ايه شاربه حاجه او مسيكبه ولا انا اوفي طيب
اقف اقف اقف. انت هتقعد تخلع مني عشان ما تجيش 3000 جنيه اللي سفرتك بيهم؟ انا شكلي طلبت زفت غلط على الصبح، استغفر الله العظيم. زفت حد برضو يقول على النعمه زفت؟ علموك كده، علموك كده في الغربه. انت عليك فكره، انت ليه رايحه زفت فجله ايه على دماغك؟ زفته على دماغي في ايه؟ انت شاربه ايه دماغك؟ هو اللي اخوات منهم قله ادب واباحه؟ اخوات مين؟ انت مش فاكره؟ انت مش عارفه اخوك كمان؟ انت مصطبحه. دي دماغ دي. وحياه امي لسه ما عملتش. وحياه امي دي دماغ. انت كده عامله ام دماغ. تفتكر؟ صح؟ انا مش هرد. هو باين. انا بعرف اشكال. لو انت شايف اختي مين؟ الله يهي. انا لا انا ماليش اخوات اصلا. يبقى انت مالكش اخوات. انا ما عنديش اخوات. كمان اتنصرت مني انا وامي. اتنصرت مني انا وامي. وانت حيلتك غيرنا. ده انت هربانه منك على الاخر. يا بنت اقفي. هربت راحت. اقفي. والله هربت بجد راحت. انت لو اقسم بالله كنت فرمت. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله. اقفي طيب. اقف ليه؟ انا اللي وقفني. طب اقفي اقفي. فجله بعد 3 سنين بتنزل مني. ازاي انت بتبيعبر شام؟ انت صح اخوك اسمه فجله بقى وبتاع، وامك انتوا عندكم دولاب؟ ها دولاب في المنطقه صح؟ عندنا دولاب وسفره. انت سارقه العربيه ولا انت مامك ميكروباص او توك توك؟ يا رب والنبي وعيدك. اه والله العظيم الميكروباص اللي قدامنا ده بيتاجر بكام في اليوم؟ بمبلغ. انت هفافه والله. يعني انا شايف كده بالامانه. ايه يعني ايه هفافه؟ يعني حاسك يعني صلع صلع جاي من بره بالمصطلحات. والله العظيم علمني ولا علمني من عارفه من الحتت دي. ايوه ما احنا لازم نبقى. ومش عارفه تسوقي وسواقه. بقول لك اركني على لا استنى افرجك على السواقه. يلا نجري. يا بنت سواقه ايه بس؟ هنتقلب. اقفي بس بس. لا لا افرجك بس. يلا نجري بابا. يلا نجري. لا هيا بينا نلهو. مش مظبوطه فعلا. لا لا احنا هنلهو. يلا نلهو. بص 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 ايه رايك في الكروتي ده؟ يا بنت اقفي. انت بتزعقلي. اقفي اقفي. مش بفرجك. اقفي ابص دماغك هنتقلب. عندي ابهار. انت قابله؟ نتقلب ليه؟ يخرب بيت اقفي. بتخرب بيت اهلي اللي هم اهلي. اقفي طيب يا استلف عشان تصفرك ونقفش منك. قفش من مين يا بنت؟ انت دماغك يخرب بيتك. انت مش هتقفش. احنا اللي هنقفش. ايدك كده هنقفش. مفيش مفيش نقطة ولا في ولا في كمين قبله ولا ظابط. ناو ولا في ناو. ايه انت بتنونوي؟ انا ونو لك يا فجلة. انت مش بتحب النونو قبل ما تنام؟ قلت كل يوم قبل ما تنام وانت عيل صغير بالليل قبل ما تغير شرابك اللي ريحته فايحة. طب ممكن نقف طيب؟ ممكن نقف؟ استنى ما نرد على امك. ممكن نقف؟ امي مين؟ ايه يا ام فجلة؟ الو. ايه يا حبيبتي؟ ايه يا بنتي يا فاطمه كده تنزلي الصبح من غير ما تفطري؟ يما لقيت فجله. يما فجله مين؟ بتتكلمي بجد؟ وحياه غلاوتك. طب ممكن اكلم ما بقول لك لقيت فجله يما. يا خالتي. الو الو بنتك. انت بنتك عندها حاجه في دماغها؟ متخلفه عقليا او في دماغها حاجه؟ يا والله واحد امك. طب بص اسمعيني. طيب انت العيله كلها كده كلكم مستبقين؟ بتشدوا من نفس ال والنبي انا استبحت على شوفتك يا فجله. استبحت بس بقى. ده وانا دلوقتي بنتك راكبه العربيه وقافله الباب وانا عايز اغور في داهيه. يا يما امانه يا انا عايز اغور في داهيه. مش انت باعت لي امانه لامي؟ طب تمام. باعت لي كمان يما معايا. والله يا حبيبي يا حاجات حلوه. اه يا مريضة فعالة تعب. ماشي بس النوع النت على جنب. بس طيب خلاص امين. مش حاسب تعيد تعيد. يا ايوه فجلة. ايه يا خا يا جبت لك الاكل اللي انت بتحبيه. احنا جايين لك في الطريق. قول لها ان انت جبت لها افوكادو. افوكادو. قول لها جبت لك افوكادو. جبت لك الافوكادو. الافوكادو. ايوه الافوكادو. جبت لك الافوكادو. ايوه يلا. والكاكا. والكاكا. والكاكا كمان يا حبيبي. خلاص يلا. قفشه ياما جايب شاكت فرو ياما. اللهم صل على النبي ياما. على النعمه شاكت فرو لونه لون الشجر. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. يلا انا مستنياك. جاب لك زيه ياما باي. يلا كني بقى. هنركن يا خلاص احنا تمام. فستقي ده ولا شجر؟ دي الام. ما انا محتاجه اعرف اللون. انت طب تاخدي الجاكيت طبق لا بس وقفي بقى وخلاص وننزل وخلاص احنا تمام. انا مش هقول لك. ماشي هتجيبه؟ هاته خلاص. ماشي ممكن بس تفتحي. طب هات الجاكيت وخلاص. هات الجاكيت واسيبك يا ستي. نزليني.
نزليني خلاص. انا عملت معاكي المظبوط وما رضيتش اقل بيكي وما رضيتش اتنرفز. عايز تنزل؟ ايه ده بقى؟ ما انك ليهم بقى انا بره عندي. اه كويس. وقعت يا فجله؟ مش قفل يا باشا. مرحبا يا فجله. كلبشولي يا عطر. مين حضرتك؟ ماشي بشولي. شنطه ايه؟ شنطه ايه؟ شنطه ايه؟ والاعتراف لو سمحت افتح كده. شنطه ايه يا فندم؟ قلت لك. حضرتك امين شرطه صح؟ قلت له 100 مره. امين شرطه؟ ولا اعرفها. انا طالب زي ما سجلت له زي ما سمعت ان هو بعت الحاجه في الشنطه يا باشا. بس قلت له بطل 1000 مره ما بطلش. قلت له صارت امراء عليا كده وجبت له درجه ثالثه. ازيك يا فجله عامل ايه؟ امورنا فجله. ازيك عامل ايه يا فجله؟ ايدك هديك ماشي تمام. هات البطاقه واقراها لي. تمام اقراها لي ثانيه واحده. طب ماشي خد الموبايل يا باشا. ماشي طلع البطاقه اتفضل طلع. ده منظر واحد. اه هيتمسك يا فجل. احنا بقالنا 3 سنين من قبينا. يا امين عاطف يا امين عاطف انا قلت له الجاكيت ده تمويه أيوة. ونزلنا اشتريناه سوا. انت معروف بالاسم كمان يا امين عاطف أيوة. وعارف اساميهم يا فجل. انا انت فكر ايه يا فندم؟ دي فيها ترقيه دي يا فندم؟ لا لا باشا. ده شوف كميه قد ايه حضرتك. ده 90 جرام يا فندم. يا باشا 10% يا باشا. ها انا اسمي عبد الرحمن. اولا فجله ده يا فجله حاجه في دماغها. يا فجله انا عارفك من زمان. طلع النبي عليه الصلاة على النبي. عليه الصلاة والسلام. هي كلمتني. نتكلم في الاسم يا فجلة. كلمتك. يا باشا شبكت على التليفون. شوف شبه من اخويا ومدياني امها اكلمها وحاجة بال. انا رايح شغل يا باشا. يعني انت كلمت امها؟ سكتها يا باشا. انا اخويا مش الاشكال دي يا باشا. يا فندم انا معاك تعملي تحليل. استنى يا فجلة اسمع الباشا. اسمع الباشا. يا فندم معانا الشنطه وفجله معانا والبودره برضو فجله. استنى عشان نكلم الباشا. عرض لي البودره بقى بسرعه يا باشا. ما تقوليش بقى تعملي بقى بايدك كده بقى كده فجله عشان العيد بكره على الكحك. كل عام وانتم بخير. ماشي وانت بخير يا فندم. طب يا فندم باشا باشا البودره دي دايت. دي والله العظيم شرب حاجه دايت. انت بتتاكد حضرتك ان دي دايت؟ ايوه لازم نعرف. استنى ايوه يا باشا بتقول دايت. لا عشان ما تخافش. امين عاصف انت في غريبه؟ في غريبه. اه في غريبه. في عندك غريبه بسكويت؟ طيب ونص بسكوت. نص بسكوت عامله ازاي بذمتك؟ نص بسكوت يعني انت شايف عينها عامله ازاي؟ استنى طب في بسكوت. تمام استنى. طب باشا حضرتك يا باشا طب معانا كده خلاص اكلم مين؟ هجيب لنا بسكوت عشان البودره. اكلم مين؟ في في بسكوت. بس بس معلش هو الصاج هياخد ساعه. بس الصاج هياخد ساعه بذمتك. يا باشا ماشي يا فندم. انا خديه. بص بص دلوقتي هم يا فجله هو الصاج بياخد قد ايه في الفرن؟ انا اسمع عبد الرحمن وانا مش فجله. انت مش فجله؟ مش فجله خلاص. ممكن نروح جرجيرة. يلا يا باشا نلحق بس. انا حافظك ورقه ورقه. رش البودره على الكحك بس. تعالى تعالى بس الباب ده. تعالى يلا انا معاك تحليل باي حاجه. لا بص دلوقتي احنا دلوقتي هنرش البودره على الكحك في الاسم. اتفضل. ايه ده بقى؟ هنرش البودره على الكحك. مستنيين السجاره تطلع. مش زعلان؟ خلاص جرجيره يمشي معاك. انا مسامح يا فجلة. لا ما ناخدش القاب بعدينا. انت فجلة. انت فجلة. لا اخترع انت اسم جديد. خليك كرييتيف. بص هنا تمام. شفتهم امنت؟ قول كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. انت كنت معانا في كريزي وومن. عايش جدا. وشتمت الومن. والومن لا قوي. الومن فوق راسي يعني. يا باشا فوق راسك ايه ده؟ انها اتهنت جوه. لا لا. يا عم احنا بنقول ايه؟ قول انك موافق نزيع. انا موافق نزيع. تمام. هاي صباح الخير. اولا حلقه جديده من كريزي وومن. النهارده بقى احنا جايين نتكلم عن الستات الجامده. جامدين بس شوف بقى بيعملوا ايه. هتبياخدوا مطب زي اللي لسه واخده دلوقتي ده. هنشوف بقى ايه هيتعاملوا ازاي. وهنشوف الناس بتتعامل ازاي مع الستات الجامدين دول. خلينا نشوف. طيب حضرتك ايه؟ عاطف. شرفنا يا استاذ عاطف. اهلا بيك. عدي عدي يا فتاح يا عليم يا رزق يا كريم يا رب.
الرجاله وظيفتها في الحياه حتى انها تعاكن عليك وانت سايق عادي. الواحد ما عملش حاجه، لازم راجل بقى كده يعدي كده يرمي يكسر عشان هو راجل بقى يعمل اللي هو عايزه. عندي قعدة من رجالة ولا ايه؟ لا يبقى عندي قعدة ليه؟ احنا احسن كده كده، مش محتاجة ان انا اتعقد من حد. احسن في ايه؟ اسمه مطب، حاجة يعني برضو ذكر، حتى المطب بقى اسمه ذكر. ايوه انت المفروض عمرك شفت مطب اسمه مطبة؟ لا انما هو مطب عادي. لا ده واضح ان في اي حاجة مزعجة بتلاقيها من غير ته مربوطة. تعرفوا تعيشوا من غير المذكر ده يعني؟ ده كده كده معروف. تعيشوا ازاي بقى؟ ايوه انت ما تعرفش تعيش من غير، انت عارف تحمل؟ انت بتعرفوا تعملوا ايه اصلا غير ان انت سايقه عربيه؟ بتعرفوا تعملي ايه غير كده؟ لا او تقعدي في المطبخ؟ بعرف اعمل حاجات كتير. ماله المطبخ؟ بتعرف تقعد في المطبخ انت؟ ده انت حتى العربيه وشغلتك مش عارفه تسوقي، انت عماله تاكلي مطبات من ساعه ما ركبنا. لا لا انا باكل المطبات عشان بحب ادوس على الحاجات المسكره. انت مطب تاخدها يعني. وكده اه، امال انت فاكر ايه؟ ما شاء الله عليك. انت ليه فكر الحكايه سهله يعني ولا لا حول الله؟ انت اللي مفكرها سهله مش احنا. لا حول الله يا رب. شايف حادثه عشان اكيد اصطبح بوش راجل. اه والله حاجه يعني الله دع الخلق للخالق. برضه انت ما بتستحملش، تستحمل انت تولد؟ متجوزه؟ لسه. بس انت تستحمل تحمل وتولد؟ هتتجوزي ازاي بقى انت كده بالفكره ده؟ هشوف انا بقى، هنقي على كيفي، هنقي واحد بيحترم يعني التيار النسوي اللي انا بنتمي ليه. بس في الاخر عندك النيه تتجوزي؟ مش عارفه والله بفكر، مش عارفه مين الراجل اللي هيخليني اتهف في دماغي يعني. هو مين الراجل اللي هيقبلك اصلا بالفكره؟ لا 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 دول كتير. هو ما شاء الله انتوا ناس ما عندكوش قوه احتمال. احنا؟ اه واضح. انتوا ما شاء الله عليك، انت جامد يعني بتاع. يا ست انا ما بتكلمش عن نفسي. امال انتوا اجمل. انت بتعرفوا تعملوا ايه؟ انا بعرف اعمل كل حاجه. بص انا عندي يقين ان اي ست في الدنيا بتشتغل اه اللي هتعرف تساوي ما بين شغلها وبيتها وعيالها. انت شغلك حتى اصلا على قدك في ايه كمان حتى في ديت؟ لا يا انا بص مش هرد على حضرتك عشان نازله استرزق واكل عيش. بالظبط كده. وبعدين انا اصلا ما باخدش ناس. انا عايز اعدي لك المطبات دي هتاخدي جايزه. ما انا قلت لك بقى انا بحب ادوس على المطب عشان هو ذكر. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ده انا بتعامل ادوس عليه. بص ده مطب اهو اجري عشان اجري كده اهو. امال انت مفكر ايه؟ عايز اقول لك بقى ان انا في واحده هي دي اللي انا بسترزق منها. بسم الله ما شاء الله عليها، مدربه في السيرك، ضربت حيوانات. كل يوم بوديها وبجيبها، فده بالنسبه لي جبرت. انما انا لقط كده من الشارع بترمي عليا بقى اه رجاله معينه كده. ربنا يرزقك. بقول لك اصل الست مكانها المطبخ. مني ليه؟ مطبخ ايه؟ تعرف انت تخش المطبخ؟ بعدين نهزر. لا احنا نعرف. انتوا اتخلقتوا عشان مطبخ. حلو بقى. تعرف انت تعمل صينيه كنافه بالعسل؟ اه بالقرع كمان. بجد؟ لا القرع ده انا شايفاه من ساعه ما كنت. والله. الو ايه يا كوتش؟ ايوه هلا. ايه يا كابتن عامله ايه يا حبيبتي؟ انا كويسه يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ انا حلوه. بقول لك يا حبيبتي انا ما لقيتش رشا في القفص. رشا مين؟ رشا مين؟ انت لوحدك ولا معاكي زباين؟ معايا راجل. طب كويس. كويس ليه؟ في ايه؟ رشا مين؟ يلا يا ست الله يبارك لك. رشا التعبان الجديد مش لاقيها في القفص. مين؟ التعبان الجديد. التعبان يا بنتي شوفي عندك كده في العربيه بسرعه. اه اه اعملي معروف والنبي لحسن يعض زبون ولا حاجه، ده مش متطعم. ايوه 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 واخده بالي. ماشي طب دوري عليها. يلا يا هاله. تمام دوري على رشا والنبي. باي 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 باي. يا ست انت رشا مين؟ الله يبارك. بس يا اسطى انت مش تمام والرجاله جامده. كمل كمل، قلت لي الرجاله عندها قوه تحمل. يلا يا ماما فين رشا دي ولا فين صاحبتك؟ يا عم اسكت خلينا ندور على رشا. خد كلمة رشا. ايه ايه يا ست انت ده؟ افتحي يا ست. بنهزر يا جماعه، ده هزار على الصبح. لا بس انت برضه ما تاثرتش يعني. تمام. تعبان ايه اللي هيخوفك؟ زعلان مننا؟ لا مش زعلان اكيد. كل سنه وانت طيب؟ بص لنا هنا. وبص لنا هنا. وكل سنه طيبين؟ كل سنه طيبين. وقول انك مش زعلان من رشا؟ لا خلاص بس هتوصلوني برضه. ان شاء الله. كل سنه طيبين يا جماعه. قول ان انت موافق نذيع. طبعا موافق. اوكي شكرا. ميرسي.
لا 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 راجل الهمجي شايف بيضرب البنت اللي واقفه معاه ازاي؟ ستي معلش حصل خير مفيش حاجه تكملي همجي معلش 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 كل يوم رجاله تضرب بنات ونقول معلش كل يوم رجاله تبهدل ستات ونقول معلش رجاله 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 خلاص خلص النظام ده اللي راجل ولا ده اللي حيطه ده انتهى احنا دلوقتي على نظام سترونج اندبندنت وومن انت بس صلي على النبي مالك في ايه متضايقه مش الست اللي كانت بتضرب دي مش بنت جنسي معلش معلش هو يعني اكيد ما يقصدش معلش يعني لا اكيد يقصد عشان هو القوه البدنيه بتاعته اعلى اطول فيمد ايده عادي فاهم بدنيتي ايه بس و... ايوه هما الرجاله عاملين كده الرجاله عاملين كده اه معلش معلش وايه معلش يعني معلش بتاع حضرتك ده يصرف انا فين قول لي انتوا بتعملوا ايه كرجاله انتوا بتعملوا ايه كرجاله انتوا بتعملوا ايه احنا بنعمل ايه كرجاله ايه دي النيله كلت مطب اه شفت 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 المطب اللي احنا خدناه ده بالراحه طيب شفت المطب اللي احنا خدناه ده معلش عارف ليه خدناه ليه؟ عشان هو ذكر مش مؤنث ذكر ده لو كان مطبه ما كانش وجع لي عربيتي افهمك في مش فاهم بصراحه يعني ايه مش فاهم يعني ايه يعني بقول لحضرتك انتوا بتعملوا ايه كرجاله ايه ميزتكم في الحياه احنا ستاد نشتغل ونتعلم وبنصرف بص كل حاجه زي انتوا بتعملوا بالظبط واكتر حبه يا يعني انتوا حتى لا بتولدوا ولا بتحملوا يعني ما بنشيلش مسؤوليه احنا ولا حاجه يعني انتوا اللي بتشيلوا كل حاجه مسؤوليه اه هي بتتشال منين بقى طب ما ماشي احنا ما بنشيلش مسؤوليه معلش طب ما انا عارف مسؤوليه اللي تشيلوها شيلين نفسكم بالعافيه بلانين احنا عارفين اللي فيه وحضرتك ايه يعني انتي حضرتك مرتبطه متجوزه يعني ولا لا 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 انا ارتبط راجل انا لا لا على قفا من يشيل على قفا من يشيل يا حبيبي يعني ايه على قفا من يشيل اه يا بابا الرجاله على قفا من يشيل مرميين في كل حته ممكن اروح اجيب وقتين من الرجاله اللي هناك دول كده ب 3 جنيه ونص انت ايه مشكلتك مش فاهم ايه مشكلتك مع الرجاله انا ما عنديش مشاكل مش مشاكل انا عندي مشكله ما عنديش مشكله انت ايه انت بقى عندك مشكله انا عندي مشكله اه عارف ليه ايه عشان انا معترفه ان احنا متساويين انما انت بقى مش شايف كده انت شايف بقى ان الستات قليله وان الرجاله بتشيل مسؤوليه مسؤوليه ايه مسؤوليه ايه يا راجل انت شايل بلوفرك بالعافيه الله الله عجبتك ضحكتك عبيطه بقى انا عبيطه يا ستي انا مش هحاسبك عشان شتمتني بكلمه اخرها ته مربوطه يعني شتيمه مؤنثه فعلى قلبي زي العسل انما لما تقولي انت عبيط اتضايق طب معلش حقك عليا حقك عليا ممكن حقي عليك ممكن نخلص بس وانا حقي يبقى على ذكر على اخر الزمن ولا ايه هات لي واحده سته تسند عليها ولا حقي عليها ايه ده انت في ايه ايه اللي فيه ايه اللي فيه هتضربيني ولا ايه اضربك ليه وسخ ايدي ومديها على ذكر الله 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 اه احنا حالفين القسم ايه اللي حاطين القسم ايوه ما نوسخش ايدينا بمد ايديها على الرجاله كده ما نوسخش ايدي انا لا والله امال ايه طب يلا اجيب لك واحد راجل زيك بفلوسي يمد ايده عليك صدق حتى انا في اكل عيشي ده في رزقي ده يا باشا عشان تبقى فاهم بس العربيه كده ما بركبش فيها زباين غير بص يعني بيكي قوي في اختياراتي بنقي بنتقي انما انا كل يوم كده واحده ست بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله عليها مدربه حيوانات قد الدنيا عشان كده تعرف تعمل مع الرجاله كويس يعني بوديها واجيبها كل يوم السر طب احنا هنفضل نرغي كتير ولا ايه طب مش هتوصليني يعني ولا ايه قصدك انها رغايه يا ستي خلاص خلاص حتى لو رغايه برضه اخرها تيه مربوطه مش زعلان الله ما انت فاكر ايه الو الو ايه انا يخرب بيت سنيك انت فين فيها كوتش مالك انا نسيت حاجه مهمه قوي عندك في العربيه رشا رشا مين رشا رشا انت معاكي زبون ولا ايه مع الراجل اه عشان كده رشا رشا التعبان الجديد ها ايوه عندي عرض انت فين دوري عليه دلوقتي حالا يا لهوي يا لهوي تعبان ايه يما شوفيهولي دلوقتي حالا وكلميني عندي عرض باي باي يخرب بيتك حد حتى مش عارف ارك ادور عليه فين ده تعبان ايه اقفي 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 تعبان ايه فين اللي فين تعبان ده تعبان ايه اقفي اقفي فين التعبان ده اه يا لهوي يا ستي يا افتحي طيب استنى يا عم افتحي لنا العربيه يا عم استنى يا عم
عم. استنى يا عم. ايه بتقول؟ انت مش عامل لي فيها دكر يا ستي. بتقول لي استحمل قوي. انت عبيطه ولا ايه؟ اقعد بقى دلوقتي عشان ما نشوف النراشة. يا ستي انت عبيطه. افتحي يا ام الباب. اخلصي. بسم الله الرحمن الرحيم. مش متطعمه يا ستي. اخلصي. مش متطعمه. انت بتتكلم ان رشا مش متطعمه يا ستي. اخلصي. افتحي ام الباب. خد كلم رشا على الباب. يا اسود يا بنت. تعالى تعالى كلم رشا. خد رشا تعالى كده بس في الطريق. مقلب يعني. صورة مع رشا. مقلب يعني. والله العظيم والله حقك علي. حقك علي. ما تزعلش مني. زعلان؟ انت كنت معنا في كريزي وومن. بص هنا قول انك مش حزين. قول انا سعيد. انا سعيد. انت اسمك ايه؟ اسمي وليد. طب بتقول انا سعيد ليه؟ بص هنا كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. حذرنا وضحكنا وانبسطنا صح؟ يبقى موافقين نذيع صح؟ شكرا. ايه في ايه؟ بكح. مش الرجاله بتكح كده الصبح؟ اه الرجاله بتكح كده الصبح. الرجاله. طب انت اقدع مني انا في ايه؟ مكح. انا بقى اكح بسبب ومن غير سبب. لا بقول لك ايه. بصي انا ما نمتش من امبارح والدنيا كلها ملخبطه في وشي. بلاش شغل الجنان ده عشان ما تطلعوش عليك. طب كويس حلو. انت مش بتستحمله برده؟ هو بصي انا مبدئيا يعني بحترم البنات اللي بتشتغل بس دي الشغلانه دي مش بتاعتكم. تمام. احنا اي شغلانه تبقى بتاعتنا. لا ازاي يعني؟ احنا اي شغل في الدنيا بدع عشان يبقى بتاع الستات. انت شاربه حاجه ولا اونلي فور وومن؟ تشرب حاجه ولا بتتكلمي لي كده؟ وانا بشربش بس حتى لو شربت ما يعبنيش عشان انا دلوقتي اقدر اعمل كل حاجه. عندي كل الصلاحيات. انت بتكلميني كده ازاي؟ بتكلميني كده ازاي؟ الشغل ده اللي راجل ولا ده اللي حته ده؟ خلص خلص. احنا دلوقتي على نظام سترونج اندبندنت وومن. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ بقول لك ايه بالله. بقول لك الصح واللي حاصل يا بيه. ماشي. طب بالله عليكي بس عشان انا مستعجل يعني قصري ولخصي وانجزي معايا. مستعجل؟ اه. طب شفت عشان مستعجل ادينا لابسين مطب اهو. قولي ليه لبسنا مطب؟ ليه ان شاء الله؟ عشان ذكر. ذكر مطب مش مطبه. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ فلازم يأذي العربيه. لا لا الا الله. اه والله العظيم. بقول لك انت بتتكلم معايا كده ازاي؟ انت ازاي واحده بنت بتتكلم مع راجل كده؟ انا عايز افهم. المفروض اقول لك بقى يا سيدي وانخ واعمل رقبتي كده وانا بكلمك؟ لا. ايوه. إذا انت اسمك ايه؟ اسمي حسين. ازيك يا حسين؟ سي حسين اخش بيك يمين؟ سي حسين اخش بيك شمال؟ سي حسين اخش بيك في العربيه بقى؟ ايه ده ايه ده؟ انت ازاي بتتكلم معايا كده؟ انت مين يعني؟ ايه ايه انا مين؟ انت اللي مين؟ ايوه انت مين؟ حسين ومين؟ بقول لك ايه اقسم بالله لولا انك واحده بنت لو كنت مسحت بيك ازاز العربيه. انا عايزك بقى توريني بدل ما انا اطوق بدقنك البربريز. طب اعمليها كده؟ طب وانا عملتها؟ ما انا عايز اشوف. ما انا عايز اشوف. لا ما انا راجل غصب عنك. ما تخلينيش بقى الا ادبي واشتم بقى. انت قايل ادبك عليا؟ اه عليكي. طب اعملها. لا لا الا الله. طب وريني اخرك يا شقي. بصي يعني ما تقوليش. بصي ما تأمرنيش. لا لا الا الله. ربنا يصبرك. مش عارف ايه الركوبه السوداء دي. انا بسمع كلام ابويا بالعافيه عشان اسم ابويا وخليه. طب اقول لك ايه؟ اقول لك ايه؟ قصري معايا بالله عليك عشان انا العمليه مش حامله معايا. يعني ايه حامله؟ وانت بتعرف تحمله؟ تحملوش انت يا حبيبي. بلاش قله ادب. بلاش قله ادب. لا تعرف تحمله. تعرف تخليك قله ادب. ايه ده؟ انجاز عشان خاطر ما قلش ادب عليك. انا بصي انا ماسك. انا ماسك لساني. انت قلت لي سفاله. انت قلت لي سفاله. تعرف من بقك قلت لي سفاله. مش هتضايق. عارف ليه؟ ليه؟ عشان اخرها ته مربوطه. شتيمه مؤنثه. بكلمك بامانه. طب بقول لك انما كلمه سافل بس كده طبعا دي قله. والله العظيم انا لساني. انا لساني طول قد كده. انا ماسك لساني بالعافيه. فبالله عليك قصري معايا. افرض لسانك 7 متر قدام ولا تسد ولا تمد ولا تاكل ولا تشرب. انت بعرفك منين؟ بس انت منين بس قولي لي. شبرا. شبرا. اه اجدع ناس. بعدين ما يخصكش منين؟ عارفه والله. لا مش عارفه. آه. يا رب. لا ايه ده مش عارفه ازاي؟ لا انا عارفه طبعا. وانا في حاجه ما اعرفهاش. انا سترونج اندبندنت وومن. لا ذكر. انت فكر ايه ذكر يا شبح ده كده كده يا بابا. اه وما تقوليش ذكر. اسمي ذكره. اه
تعجبني. لا مش عجبك؟ اتجننت ولا ايه؟ مش ضروري عجبك. ما انا انت عجبني. وانت فاكر ان انا بكتدي عشان عجبك؟ لا اوعى تعمل لي بص شويتين دول مش هيخيلوا عليا. اسمها بونطه. بونطه؟ لا جدع. لو انت جدع. دايره من لسانك بس كده ديني بعرفها لك. جدع وشاي. عشان مفكر نفسك اور. انت يا الشغلانه اللي انا بركب فيها رجاله العربيه دي مش لازماني، عشان لما اغزل لما استرزق من واحده ست زيي. هو مبدئيا انا ما شفتش واحده ست راكبة تاكسي وبالسوق تاكسي، بس كونك انك تعملي شويتين دول عشان خاطر تتعايشي وتمشي حالك مع الرجاله. بجد مش فاهمه، في حاجات كده بتزن في وداني، صوت عامله كده سامعه كده كان في زازازان كده في الهواء. ده انت شكلك شاربه طينه كمان، يعني شاربه وجايه تطلعيهم عليا انا. شايف اي حاجه في الدنيا فيها انبساط اخرها ته مربوطه شاربه. انما شارب بس يبقى شنب شكله مقرف كده. ده زيك صح؟ ايه ده انا عندي شارب، انت اللي عندك شارب. ما احنا عشان انا راجل. ما انا ما عنديش. طب ماشي، وانت هتقارن نفسك بالرجاله؟ انا اقارن نفسي بيهم، انا افضل بكتير. انت حيالله انا احسن شاب. مش من لاقي. بصي اقارن نفسي بحسين مثلا. مين حسين؟ طب ما تقليش ادبك بس. بص ايوه مين في الكوتشينه؟ ما تقليش ادبك عشان ما اقلش ادب عليك. انا برضو ماسك لساني لحد دلوقتي. تقل ادبك ازاي بس يا اسطى؟ انا لسه قايله لك همسح بشعر دقنك ده بالبربريز بتاعي. طب بس والله عارفه، اقسم بالله كمان مره لولا انك واحده بنت كنت مسحت بيك ازاز العربيه. بتكح؟ لا ده حلاوي تاوي قوي كمان. طب اقول لك كح كده زي مش انت بتقف الصبح كده تكح كده. بقول لك ايه انا مش هكتر مع واحده بنت. انا عارف لو انت راجل كنت عملت فيك ايه. معلش ربنا يشفيك. انا هلغي الرحله دي ونزليني لو سمحتي. معلش يا استاذ حسين، نزليني وانا هكتب فيكي تقرير زي لشركه اوبر عشان تشغل واحده زباله زيي. بتعرف تكتب؟ بتعرف تقرا؟ بتعلم. لا 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 نزليني لو سمحتي. بتعلم؟ انا ما ركبش معايا حد لسه بتعلم. ده انا اشوف انا نظامي مع الشركه دي اخرت ان انا اركب في حياتي الرجاله. لا 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 اشكال زباله. اشكال زباله زي عارف حتى كلمه زباله دي مش مدلياني. ده انا اول مره اشوف واحده اساسا شغاله اوبر. مش شغلانه رجاله دي. ايه اللي شغال؟ انتوا جنس ناعم. رجاله ايه؟ اللي شغالكم ايه؟ اللي شغالكم الشغل الخشن ده؟ رجاله نيواني رجاله. انت فاكر الناس كست مش عارفه ادافع عن نفسي ضد اسلوبك اللي مش عاجبني ده؟ مش هشتم عشان انا محترمه. ما هو باين عليكي قوي انك محترمه. غصب عنك يا استاذ حسين. باين عليكي قوي. غصب عنك يا استاذ حسين. وانت اللي شغالك شغل الرجاله ده؟ انت مالك؟ ده الجنس اللي ده اخره المطبخ. انت جوزي؟ اخره جوزي علشان تتحكم فيا؟ واساسا انا ما استنضفش ان انت تكوني مراتي. ان شاء الله تجازيك عقربه عشان تعرف ان الله حق باذن الله. مش هرد عليك. انت عشان ما تعرفش. لو سمحت كده، لو سمحت حسين حضرتك اخرك تمسك الفرشه بتاعتك الصبح تسرح بيها دقنك اللي عايزه لو سمحتي مش هرد عليك برضو. بطلي قله ادب وسفاله قوي كده. فاكرين مش هعرف ادافع عن نفسي ولا ايه؟ يا ستي لا انا هعرف ادافع عن نفسي. انا مش هرد عليك. بصي اخرت قله الادب دي. الغي اه نزليني كده شوف هتعملي ايه. بس مش عايزه كلام كتير. كانت زباله على الصبح عشمتيني وعفنت عليا اليوم يا شيخ. ثواني. طب افتحي بس الباب. افتحي الباب ونزليني. افتح انا بباب. طب بقول لك افتحي الباب بدل ما اكسر عليك العربيه. اهو اتكسر عليا العربيه؟ اكسر عليك العربيه. هتعرف تكسر عليا العربيه؟ اكسرها عليك وعلى اللي خلفوكي كمان. هتعرف يعني. انت بتكلميني؟ طب وريني بس هتعملي ايه؟ شوفي اخرك ايه؟ هكون بكلم مين؟ انا بكلمك انت. طب انزلي لي كده. انزلي لي بقى. انزلي يا باشا. خد يا رشا. ايه القرف ده؟ استنى هنا يا بس. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ سيكا يا استاذ حسين. استاذ حسين. يا شيخ يا رشا دي التعبان بتاعي. حقك علينا يا استاذ حسين. مش عايزك زعلان؟ والله انا قايل لك صح. انا ما نايمش من امبارح يا جماعه. ما مش وقت الزر. بص هنا وبص هنا كمان. وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. وقول انك مش زعلان. مش زعلان يا جماعه والله. بس ده ما يحصلش كده ولا مني ولا من رشا. ولا رشا برضه رشا تاني. ولا منك ولا من رشا. وقول انك موافق اني زيع. زيع. صباح الخير. هاي. حلقة جديدة من Crazy Woman. والنهاردة هنتكلم عن الوومن بقى بيعملوا ايه في الدنيا واهتماماتهم قد ايه موجودة باللبستكس والحاجات دي. خلينا نشوف رد فعل الناس هيبقى عامل ازاي مع الحركات. Let's go. صباح الخير. صباح الخير. بونجور. صباح. ايه حلو. هو ايه انت؟ انا الحمد لله تمام يعني. اهم حاجه تمام الحمد لله. انت عامله ايه؟ انت عامل كده يعني ايه ده؟ لا يعني مفيش، بس بصراحه دقني بتنعك شويه بجد. انا عايزه اعرف بجد انت كرجاله يعني بتعيشوا ازاي بالمقشه اللي في دقنكم دي؟ المقشه اللي في دقنا
يعني بجد ازاي بتنام على المخدة وانت حاسس ان في شعر فيك؟ الموضوع ده مهين قوي. يعني ساعات البطانية بتبقى قليلة ف يعني بيتدفيني اكتر، بس باجي في الصيف. دي حاجة بتضحك افيه؟ لا مش افيه، دي حاجة حقيقية. بجد والله. اوه بجد. بس انتي يعني انا لو حاولت اربي دقن وكده هتدفى في الشتاء؟ اه بس اه انا حاسس انت بتنيني تقريبا. لا بجد مش عارف ليه. لا بجد وحياة مامي يعني. لا تمام ماشي. ثواني ايه ده؟ ايه ده؟ في مشكله شعره جت. ايه مش شايفه كويس؟ لا انا مش مبسوطه خالص، انا مش مبسوطه. ايه؟ طب الطريق بعد اذنك يا مش مهم مش مهم. ممكن بس يعني نيفر مايند بقى. ما هو نيفر مايند يعني في ايه؟ ده حياتي. اللي مش بيجري اللي مش بيجري على الطريق ده بيبقى جبان، والجبان ملوش مكان بينا. خدناها كده واحنا متعلم سواقه، فاهم يعني؟ انا كان نفسي اتعلم المعلومه دي بس بجد انا هموت. لا لا هو الطريق ده معمول للناس الجريئه، يو you نو know؟ لا لا دي تخينه قوي، عايزين حد تاني. طب يعني دي كده مش تخينه؟ ثواني كده. اه لا تخينه برضه. حضرتك بتعملي ايه؟ مش فاهم. هشوف بس ثواني. لا بس يعني ممكن بس تركزي دقيقه واحده بس. انا قربت على فكره. ثواني ان شاء الله. ثواني ثواني انا بجري عشان انت استعجل. انا عارف اجري ثاني اهو. لا 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 انا مش عايزك تجري خلاص، براحتك والله والله براحتك. انا مش قصدي حاجه، بعد اذنك بس. يا حيوان كان هنخبطه. هو مش حيوان خالص على فكره، هو راجل محترم وماشي كويس. ايه ده ايه ده؟ دي المشكله، انا مش قادر ارد اقول له ايه. مسبوك كده. دي زي دي والله قمر. زي دي دي زي دي جميل. احلف بالله والله جميل. لا قول والله العظيم الاثنين زي بعض. والله العظيم الاثنين احلى من بعض بجد والله. لا بس هنا انا مش معايا الايلاينر اللي فاتح. اقسم بالله اجيب لك ايلاينر ثاني، بس بصي على الطريق. انت قلت اسمه ايه؟ ايلاينر. ايلاينر. انا غلطت، انا اسف. ركزي. انما انت بتقول ارنار. ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش طبيعي ابدا. انا مش طبيعي. استنى ثواني. انا الدرجه دي متهيألي تبقى لي عليها نفسي صح؟ يا لهوي، هو انت جاي تجربي الميك اب هنا؟ وريني كده، حط ايدك كده، حط ايدك جنب وشي كده. وانا رايح رايح لخطيبتي على فكره. انت بتعملي ايه؟ انا مش مهم. انت خاطب؟ على فكره كمان مصاحبه يعني. في ايه؟ يعني ماشي، ربنا يخليكم لبعض. تفكر ايه يعني؟ تفكر ايه؟ بعد اذنك وريني بس كده. لا انت اسمر قوي، الدرجه دي مش هتليق عليا عشان هي لايقه عليك، فمش هتليق عليا انا. اه تمام، تنمر حلو برضه. بعد اذنك ركزي في الطريق. تنمر ايه؟ انا بقول انها لايقه عليك. بعد اذنك يا استاذه ركزي في الطريق. ثواني بقى عشان انت بتزعق، فانا بابي اتصل وما سمعتوش. كلمه. ويت ا سكند. يا في عربيه، في عربيه والله، في عربيه. مش مهم. هو ايه اللي مش مهم؟ هاي يا بابا. الو بتعمل ايه؟ هاي يا بابا. يا بنت الشبكه عندك وحشه خالص يا بابا. بابا هو مش وقته يا بابا، والله مش وقته خالص. الشبكه فصلت فش بابا. الحمد لله الحمد لله. لا مش مبسوطه. يا انت بتعملي ده؟ ده بيتمسك والله. مش مهم انا ايه اللي نسيني. ها الو يا بنت يا نعيم. اي بابا انت فينك يا بنت؟ والله قربت على البيت يا بابا. شاني قلت لك يا بنت عم تريني عليا عشان اجابلك. انت فين؟ طب انا هاخدك في طريق. يلا يا بنت قابليني يلا. طب انت فاني شارع؟ ايوه انا شارع الحسن ستريت. اوكي يلا. حلو يا بابا العلام ده. ستريت ستريت يا بنت. حلو يلا. انا هموت في الستريت ده. بعد اذنك ركزي. بعد اذنك ما ينفعش اللي انت تكلمي وانت بتسوقي. ايه؟ ما ينفعش تكلمي وانت بتسوقي. ده انا ممكن اتغدى وانا بسوق. انت ما خدتش بالك انا عملت ايه؟ انا انت سوبر مان ان شاء الله. جامد موت. Say it again. انت قلت سوبر وومن. انت عجبتني عشان كده اجري بيك شويه. لا لا والنبي لا انت يعني بتكلم بجد؟ والله لا يعني بجد جايز يعني. بعدين بقى في الحلاليف اللي بتقف فجاه في الشارع دي. وانا مش عارف يعني يا مؤاخذه. ركزي بس هتفهمي الدنيا ماشيه ازاي. اوه
يا بابا. مين ده يا بيت؟ انت ايه اللي نزلك بلبس العيد؟ انا قلت هيص اليومين دول، فدي اليومين اللي انا عايشهم. مين ده يا بيت؟ ده مين قال؟ انا حضرتك راكب ورايح مشوار يعني. مش قلنا مش هنشتغل الشغلانه السوداء دي تاني؟ ما بابا مصاريف الميك اب كتيره. خلاص ما بقاش ناقص الا اننا ناكل بالحلال. بابا بابي تيه وزفت ايه؟ ايوه انا مش عايز اسرق تاني. لو قلتلك جلبيه. انت منين يا ولدي؟ هات المحفظه. لا في ايه؟ انا حضرتك هيطلع راسك بالنابوت. خلص يا ولدي خلص. انا ايه اللي في ايدك دي؟ انا حاولت اتفادى الموضوع. ايه اللي في ايدك دي؟ انت مالك انت؟ ها جبت ايه؟ ايه اوديه ادي انا اموته. هاته تاني لما توديه. روح هاته وتعالى. زلين جوازي. انا مش هتجوزه عشان تتفاهم يعني. تروح تكتب عليها دلوقتي. يعني عيدك بس. تروح تكتب عليها دلوقتي. بص هنا كل سنه وانت طيب. انت كنت معانا في كريزي وومن. رمضان كريم عليك. وعليك. الله يخليك. الله يكرمك. مش زعلان من قلبك يعني؟ لا لا. طب بص هنا قولني زيها. صباح الخير. خمسة. نعم. ازيك؟ الحمد لله. حل؟ اه طبعا حلو. لا انا اقول انت. لا حلت السودة. و ايه يا فندم؟ مش سمعتني؟ لا معلش. مش خدت بالك من اللي انا قلته؟ لا ما. اكيد مش خدت بالك. اوه ايه ده؟ يا خبر ابيض. اللبستيك بتاعي جه على سنيني. شايفه؟ بص كده انا هي. اوف دي مجنونة. عادي يا حلوف. بالراحة بالراحة على الناس. تشتم الناس ليه؟ I'm free ومحدش ليه فيه. عشان انت شاعرة؟ No بس دي يعني بتاعتي انا ألفتها الصبح. طب ما السكة مش مهم. مش مهم ايه حضرتك؟ العربية امسك البتاع ده على ما اخلص كده ثواني. لما اخذ ما ايه اللي هتعرف تمسكه؟ ايه ده؟ اه اه حاضر ثواني بس. اني لو اني ما اسمه مشوار اسود من اول ثاني. امسك كويس عشان انا دايسه بنزين. طب ما المفروض تدوسي فرامل. المفروض في وقت ايوه. امسك بقى. امسك حلو. انا عندي فكره حلوه. طب بس حلو هنخبط كده كده كده. ايه السوق ايه؟ انا ما اعرفش اسوق. اه انا ما اتحطيتش في الموقف ده قبل كده. كلام مظبوط. هو بتاخدي رايي انا في الظروف اللي احنا فيها دي؟ ايوه. طب والنبي بس الناس معلش ما مش هقدر اقول لك حاجه. ما هو زي القمر بصراحه يعني. ثانك يو. يا ريتني ما قلت حاجه عدله. معلش. طب طب تاني اقول لك. اوكي. طب بقول لك ايه؟ ايوه. يا خبر ابيض. في تاني ايه؟ في ايه؟ بجد ايه النكد؟ طب بالراحه بس هنتفاهم. الاسترس من هنا وقع. ايه اللي ايه؟ كانوا خمسه دلوقتي اربعه. عيد معايا. ما ده حسد بعيد عنك. اللي بيبقوا بخمسه بيبقوا اربعه. ده حسد بجد. لا خمسه اهم اهم. في واحد في مناخيرك وقع. مش مع. انت اسمك ايه؟ والله انا خايف اقول لك على اسمي. لا قول. ما هتوقع. عمر. عمر؟ حلو عمر. انا كنت خايف من كده. بس عمر دول معروفين ان هما اسامي كده اللي هي خطر وبتاع. بشوف البوستس على الفيسبوك ان عمر ده اللي هو باد بوي وبتاع. اللي هو احذر عمر احذر يوسف احذر احمد. احذر السكه. معلش بس عشان احذرها قوي. لا طب انا اي كان ورن. بص بص ايه ايه هجري وهتشوف. لا 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 نجري. صلي على النبي. انا ممكن اخلي الراجل ده ميك شور ان هو عربيته تخبط دلوقتي. يلا مين حتى؟ مين عاشور اللي في العربيه اللي يلا. انت بتقولي عليه؟ ثواني بس. والنبي 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 والنبي. ادفنتشر ادفنتشر يعني ايه؟ مغامره. ايه يعني مغامره؟ ما انا ما انا عارف حظ امي الاسود مغامره معاه. والنبي والنبي والنبي. عادي بالراحه بالراحه بالراحه. انت رهيب. هو اللي رهيب. هو اللي ما ترباش. انا عارف بس حقيقي. هو مين؟ والنبي والنبي. هو والله ده. هو معايا كده. ايه اللي قول هو معايا؟ انا خارج مع خريبتي في العيد. ايه خريبتي؟ انت قول خريبتي. بص انا ده طب اركني. بص انا لا خالص خايف. انا على طول بعمل كده كل سيزون. بقى اروح اعمل كده. والنبي اركني على جنب. هعمل حاجه. عندك جيتسكي؟ ايه عندك جيتسكي؟ ايه بيه؟ يعني ايه ما عندكش؟ خلاص امسك بس البتاع ده ثواني مكاني كده كده. ايوه امسك. هو حضرتك مأجره العربيه دي ولا بتاعتك؟ بتاعتي. بتاعتك وبتعمل فيها؟ لا ده تخين قوي. ده تخين. اه ما عندوش دم صح.
انا عشان انت بوظت لي. طب والنبي بس فرامل. طب بصي نمشي. طب اركني لو هقول لك على حل. لو ركنتي ممكن. عايزه تيل. عايزه تيل فرامل. لازم نروح الحرفيين. او انت هتاخديني معاك تجيبي التيل ولا حاجه؟ اكيد يعني ما هروح لوحدي من غير راجل. ما انا مش من بيت اهلك. انا فركشت مع صاحبي امبارح وانا مش حابس. لا لا ثواني بقى. لا سيبي الدريكسيون ده كده وركزي معايا. طب اوكي سيبي. انا مش خلاص. انا اسف خلاص. انا دي مجنونه وربنا. خلاص صلى على النبي كده. بس ايه اللي حصل؟ ايه اللي من رفي مين ساعدني؟ لفي مين؟ انت مش طبيعي. ايه ده؟ ساعدني يا رب والنبي. دي مجنونه. انا هقابل راجل غريب من غيرك. ايه يا عمر؟ لا معلش الكلمه تاني كده. عمر انت نسيت اللي بينا؟ هو انا حصل بينا حاجه؟ مسكت الدريكسيون ده كده خلاص. دي علاقه حاجه كبيره جدا. الطاره دي المفروض محدش يتاتشها غيري. محدش ايه يلمسها. انا عرفت افركش ليه. فركش ليه؟ انا اللي فركشت مش هو. لعلمك لمعلوماتك. لمعلوماتك انا بس بفهمك. والنبي وان هنحود. والنبي احود كده معايا. طب ساعدني. اهو بص كده الايد على ايد. على الايد على ايد. انا فهمت انت عايزه ايه. على الايد على الايد. ايه يا عمر؟ انا عارف الحظ الاسود. ايه يا عمر؟ لا هنردح لبعض مش وقت. ما انت كنت بتتكلمي. هو ايه البي انا دي؟ انا اردح ليه يعني؟ انا اللسان ده يردح؟ اللسان ده يقول كلام فالجر؟ نو يقول كلام ايه؟ وحش يعني. ايه البنجر ده؟ ايه كلام بنجر؟ نو اي سيز فالجر. لا نوع ما مش نوع من ايه؟ انت قلت ايه؟ لا هو انا مش فاهم بس هو طالما انت امسك معايا دريكسيون يا عمر. دي علاقه زباله. اتفضلي حضرتك. يعني ايه علاقه زباله؟ لا انا والدريكسيون مش بنحب بعض. مش لاقيين على بعض فاهمه. مش مهم. المهم تحبني انا. ما انا حبيتك جدا. طبعا انا حبيتك جدا. الو الو جبتني يا شفيع. عامله ايه؟ ايه يابا فين يا بنت؟ انا قريبه من البيت. انت فين؟ قلبتي ولا لسه؟ يخرب بيت سنينك يابا. الو انت فين؟ فضحتني. ممكن انزل لو سمحت؟ طبعا انا داخل عليك. خليك عارف دي مجنونه. سلام. هو مين اللي احنا داخلين عليه؟ معلش ماي دات. انت بتكلمي حد صعيدي وبيقول لك قلبتيه ومش قلبتيه. نو ما تاخدش بالك. هو ايه اللي نو ما تاخدش بالك ده؟ انا مش فاهم. ايه يا بنت كل ده؟ ايه يابا؟ مين الواد اللي انت جايباه ده؟ ايه يابا لبس المأذون اللي انت لابسه ده يابا؟ انا قلت بقى عشان نكتب الكتاب ونعلي الجواب. طب ايه يا عم اللي هنكتبه يا عم؟ مين العمور ده اللي انت جايباه ده؟ يابا انا هعمل اللي انا عايزاه. انا هطلع ميك اب ارتست. انا هطلع ميك اب ارتست. يا جدعان مشاكلكم دي حلوها مع بعض يا جدعان. انا قلت لك احنا هنقلبها. ده ناقص كمان ان احنا ناكل بالحلال. مش اسرع. ناكل بالحلال. هو انتوا بتاكلوا بالحرام ده العادي عندكم يعني ولا ايه؟ الرسالة عيلتنا كلهم حراميه وانا مش عايزه اعمل كده. طب ماشي دي الواحده المحترمه. انت بتعمل ايه يا عم انت كمان؟ هيسرقك. هو ايه اللي هيسرقك؟ بقول لك طلع فلوس اللي معاك. لا على جنب. اوف على اوفي على جنب. سالتها ليه تطلع فلوس اللي معاك؟ اوفي على جنب. طلع على جنب. بقول لك انت عامل لي فيها الباتشينو يا عم. اقعد ساكت يا عم. شايف دي؟ ما توفي على جنب يا دماغك. افتحي بقى. تعال تعال. العبط ده. افتح. هو ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت حاطط لك احمر في ايدك ليه يا عم؟ بص ها. يا عم انت راكب معاها ليه يا عم؟ مالكش فيه. انت راجل كبير مش عايز امد ايدي عليك يا عم. راجل كبير يا عم. اوعى ايدك يا عم. نروح نتجوزها دلوقتي. اطلع المحفظه اللي في جيبك. طلع المحفظه اللي في جيبك يا عم. روح يا عم ما تبصريش كده بس. انا هكتفه وانت تضربيه. قول انك مش متضايق. وحياة بابي ما انت متضايق. وحياة بابي انا متضايق. لا لا خلاص احنا كنا بنهزر معاك. كل سنه طيب. رمضان كريم عليك. وعليك. بص هنا قول لهم كل سنه طيبين. سنه طيبين كلكم وعيد سعيد عليكم ورمضان كريم وكل الحاجات الحلوه. ولو انت مش قافش قول نذيع. نذيع. هاي. هاي. ازيك؟ تمام الحمد لله. فاين. فاين. حلو. حلو كله حلو الحمد لله. يا رب دايما. الحمد لله. تمام ايه الاخبار؟ I'm fine. How about you? تمام والله. ايه ده الله شكلها حلو قوي. تمام حلو. بس عشان اعرف احاسبك بس لما نوصل يعني. حلوه جدا. ماشي. انت المفروض فاطمه صح كده؟ يس yes, it's me. بس انا بفضل فاطمه. تمام هو مشوار وخلاص يعني. تمام. ده لا 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 لبس تجي على سناني. ليه؟ الحمار ده كان هيخبط لي المراية. ما انت بص في المراية دي. لازم تبص في اللي هناك دي. مش في دي خالص يعني. دي اهم بكتير اللي هي في النص. طب خلي بالك خلي بالك بس. طب ساعدني كده. ممكن تمسك البتاع ده؟ لا
حاج الله يبارك لك. طب ما كنا وقفنا قفلت الابلكيشن بس لحد ما نوصل. معلش لا مش مهم. انت رحت قبل حد؟ طيب طب ما تخلينا في السواقه. طيب الله يبارك لك يا حاجه. السواقه. طب خلي بالك خلي بالك بس نخبط في حد. فديه كازو. طب نزليني. طب لو كده نزليني انا خلاص مش مشكله. مظبوط. ايه اللي مظبوط؟ لا لا لسه اللي تحت مش لسه. اللي تحت مش مظبوط ده طالما انا وانت رزقنا على الله يعني. طب استنى كده هظبطه لك دلوقتي. ماشي لف بس كده بالراحه على مهلك على مهلك على مهلك. على مهلي ليه؟ ما عادي مش لازم ابقى على مهلي. امسك بقى البتاع ده. خلاص لفيت اهو. سمعت كلامك؟ اسمع كلامي بقى. ماشي تمام. مظبوط كده صح؟ انت كل حاجه فيك مظبوطه يعني. ثانك يو. حط حاجات هنا وحاجات هنا بجد. ايه ده الشق؟ دول كانوا خمسه بقى اربعه. دول ثلاثه مش اربعه. نو 1 2 3 4 4 4 4 يو هنخبط انت تعرفش. ما عادي بقى انا هو ده اللي هسوق الدركسون هنا ولا هنا؟ ايوه انت لازم تساعدني. حاضر ماشي. I have to help. ما نركن طيب ونظبط الدنيا دي ونتكل على الله. طب الصحبه دي زي دي؟ لا حاسه ان لا. مش لا لا خالص. انا برضو كده يعني. برضو حاسه ان لا. ممكن بس تمسك دي ثانيه. انا همسكه بسوق اهو. أوه. لا انا متجوز مش هينفع انت بتعملي على ايدي ده. متجوز؟ متجوز اهو. على فكره كمان مصاحبه. طب قشطه. طب يعني وصليني وشوفي صاحبك. كنت هخرج معاك النهارده بس مالكش نصيب. النهارده؟ لا مش هينفع يعني. انا كنت ممكن قبل ما تعملي اللي يعني قبل ما اركب معاكي يعني. ايه اللي انت بتعمله ده؟ بعمل ايه طيب؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ طب انا عايز اي حاجه معاكي اي حاجه مبلوله. في حاجه ثانيه محتاجاها بجد. ادينا اديك يعني اساعدك بقى طالما اننا مش هنوصل معاها الدرجه دي. لا درجه ايه اللي انت بتعمليه ده؟ بشرها درجه ليه؟ لا عشان بشرتك قريبه مني. بشره مين اللي قريبه؟ انت توديني في داهيه. اعمل امسك. الو ايه يا بنت يا كوريا عامله ايه؟ ايه يابا انت فين يا كوريا؟ انا في الطريق. قلبتيه ولا لسه؟ يا خرب بيت سنينك يا الله. ما تخافش. انت فين يا اب؟ طب دخل عليك. انا وصلت انا كده تمام فل. انا كده وصلت. هو بيحب يجوك ويت مي فاهم. بيحب يهزر. ده مين الحاج؟ بابي. بابيك؟ مش كان لسه يا ابويا ويابا و انا؟ نو مين؟ ايه بتسمع كويس؟ لا اهو انا سامع كويس جدا يعني مركز معاك قوي يعني. لازم تروح تكشف انت عندك تهيؤات. انا اللي عندي تهيؤات؟ طب خلاص نزليني بقى في اي مكان. انت مش ماشي على ابلكيشن ولا اي حاجه وبهدلتيني. مش عارف اعمل ايه لمراتي اصلا. مش مظبوط شعري مش مظبوط. كنا ما تخافش مش هنخبط. كنا هنخبط. طب بالراحه 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 بالراحه. طيب بالراحه بالراحه ليه؟ انا حره. لا انت مش حره. انا راكب معاك ووصليني. نو دي ذاتس ماي كار يو نو. دي عربيتي. ده شكلها مش خالص العربيه دي بصراحه يعني. لا هي عندي انا الابلكيشن بتاعي. طب ما تكلمي بابا تاني. بابي؟ عجبني بابي. في حاجه ولا ايه؟ لا مفيش. افتكرت بس حاجه كده. افتكرت ايه؟ لا قولي. لا افتكرت حاجه. لا قولي الافتكار. لا والله بس افتكرت مراتي بالله تشوفه في ايدي ده مش عارف اقول لها جاي منين. انا رايي ده مر لما يشنتحك. حد يقول مراتي وانا قاعده. ايه ده بجد؟ لا هقول بابي. بابي بابي بابي. احنا وقفنا ليه هنا؟ بابي قرب. انت بتنادى على ابوكي ليه؟ ده ابوكي؟ بنت كوريا. طب وانت هتركبيه معانا ليه؟ ايه يا حاج؟ يا كوريا. ايه يا ملبس المأذون اللي انت لابسه ده يابا؟ انا قلت بقى ننزل عشان نعلي الجواب. ايه يا حبيبي عامل ايه؟ جواب ايه يا بابا؟ اخبارك ايه؟ احمر واخضر وايلاي. ده هي اللي عايزه تبوسني انا بحوشها من ايدي. كمان تبوسك؟ تبوسك. انت ماليتش الا كوريا. ده الادب كوريا يا خطاك. ما باين الادب كوريا يا حبيبي. محفظتك فين يا حبيبي؟ الله يكرمك. يابا بلاش بقى يابا. هنعيش بالحلال يابا. ده انا ناقص كمان نعيش بالحلال. ده مصاحبه ورايحه تقابل. هو مش مشكله. المهم طالما احنا بناكل حرام ده اهم حاجه. احنا عيلتنا كلها سلسله حراميه. بها باينه. وانا الوحيده اللي مش عايزه اسرق. هي دي البت. قلبوا يابا. خارجه من طوعي. طلع المحفظه. اقسم بالله ما اديت ايدك اقطعها لك. طلع المحفظه بدل ما بندجك. طب نزلني انزل لك اطلع لك المحفظه. بس المحفظه تجيب اللي ورا. انا بس ابي انا اكسر لك دماغ. اكسر لي دماغ وريني. تنزل اكسر لك دماغ. ماشي خليك بس في حالك. خليك بس في السواقه. انت يا بس انا بتديها.
هتعمل ايه؟ اوديه هوريك انزل. لا وريني يا انزل لي وريني. هتيجي بسرعة يا جدعان. لا 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 بتهزر بس. بتهزر مع مين يا عم؟ بتهزر ايه يا عم؟ هم لا بسرعة. بتهزر يا عم انت اهو. بتهزر مني لما اموت اهو. بتهزر معاك يا عم. معلش معلش. ايه يا عم الهزر ده يا عم؟ ايه الهزر ده يا جدعان؟ يا عم بنهزر يا عم. امسك دي. ازيك عامل ايه؟ واحد اللي بقول ازيك عامل ايه؟ تمام؟ عامل ايه ده؟ هتموتنا نازل ليه يا عم بالراحة؟ انت داخل تقول لي اسرقك واعملك حبيبي يا حاج. ايه يا عم في ايه؟ ده احنا صعيدة قوي. كنت صعيدة؟ طيبة. كنت معانا في كريزي وومن؟ بص حلو ده. قول انك مش زعلان. لا زعلان. لا لا مش زعلان. لا لا خلاص. لا لا عليا نعمة. ما زعلان. مش زعلان. من قلبك. من قلبي من جوه. من جوه الشمخ الجواني. يلا اقف تعالى كده عاطف. اعمل جيست كده. اعمل زي كده. قول شكرا. شكرا. مش زعلان. مش زعلان. قول موافق تذيع بقى. ندمان. لا. قول انك موافق تذيع. شكرا.